نروح لأخبار نادي الزمالك، والبداية من عند عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق، حيث يسود اتجاه داخل مجلس إدارة الزمالك بالإبقاء على اللاعب وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ويرى مسؤولي الزمالك أن اللاعب بعيد عن المشاركة طوال الفترة اللي فاتت بناء على قرار من أوسوريو المدير الفني، وأنه من الصعب أن يتم تقييم اللاعب وهو لا يحصل على فرصة المشاركة في المباريات. وكان عبد الله جمعة قد تلقى العديد من العروض في الفترة الماضية من أندية في الدوري الممتاز وغيرها، إلا أن اللاعب أجل البت في هذه العروض حتى يعرف مصيره مع الزمالك. وما زلنا مع البيت الأبيض، حيث استقر مسؤول الزمالك على فتح باب المفاوضات خلال الأيام القليلة الماضية مع نجمه مصطفى فتحي واللاعب الحالي لنادي بيراميدز لمحاولة حسم عودة اللاعب خلال يناير المقبل. ويأتي قرار مسؤول الزمالك بسبب رغبة اللاعب في العودة إلى النادي مرة أخرى، خاصة وأن رحيله قبل ذلك كان بسبب عدم وجود تقدير مادي له. ويسعى مجلس الزمالك حاليا إلى إنهاء أزمة القيد ودفع مستحقات نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي حتى يستطيع النادي التعاقد مع صفقات جديدة في يناير. كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف مصطفى شلبي لاعب الفريق من اللحاق بمباراة الفريق أمام زد في دوري نايل غدا الجمعة. وأكد المصدر أن شلبي لم يتماسل للشفاء بشكل كامل حتى الآن، ويخضع لبرنامج تأهيلي منفرد على هامش مران الفريق، ولم يشارك في التدريبات الجماعية من الأساس. وتابع المصدر الجهاز الفني متخوف عن الدفع من بعض اللاعبين وغيرهم في لقاء زد دون اكتمال شفاء مصطفى شلبي، وهو الأمر الذي قد يتسبب في مضاعفة الإصابة عليه وطوال فترة غيابه. وواصل لحاق مصطفى شلبي بمواجهة زد صعبة للغاية، لكن الجهاز الفني يقوم حاليا على تجهيزه لخوض مباراة بيراميدز في كأس مصر.